بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع: بر الوالدين يدخل الجنة. حرص الإسلام على بر الوالدين والإحسان لهما، وقرن طاعتهما بطاعة الله تعالى، فمن طاعهما فقد أطاع الله. بر الوالدين وطاعتهما والإحسان لهما واجب من الإبن والإبنة. البر إنه من أوامر الله تعالى، وعدم برهما يعتبر من كبائر الذنوب كالشرك بالله، فيجب برهما وإدخال الفرحة والمسرة لقلبهما. بر الوالدين فيه خير عظيم، فيرضى الله عنه ويدخله الجنة، والبار لوالديه يحصل على البركة في المال والرزق والصحة والسعادة والراحة وبركة العيال. بر الوالدين إنه يعادل أجر وثواب الجهاد في سبيل الله، فمن بر والديه سيكسب محبة الناس ويكون قدوة لأبنائه، فيبروه كما بر الأب والديه. بر الوالدين يكون بأن تقدم لهم الشيء قبل أن يطلبوه منك. إنها مصيبة بعدم احترام الوالدين أو برهما أو القسوة عليهما، إنها كارثة كبيرة، فقد أغلق أبواب الجنة في وجهه. إنها مصيبة عند رفع الصوت عليهما أو تحديق النظر بهما بأن ينظر إليهما بنظرات شديدة غليظة قوية. إنها مصيبة عندما الإبن أو الإبنة يقوم بسرقة مدخرات الوالدين كالنقود أو الذهب، أو إذا أخذ أي شيء بدون رضاهم أو علمهم. فمن فعل هذا لن يهنأ به، وسوف يخسر على صحته، وغضب الله عليه، ومن غضب الله عليه فقد تعس دنيا وآخرة. إنها مصيبة من أحرم والديه من شيء يشتهوه، أو عدم العناية بهما، أو عقهما، أو وضعهما في دار العجزة، أو إبعادهما بعيد عن مكان مسكنه ولم يهتم بهم. سوف الحسرة والندم تخيم عليه وقلبه يظلم، فيصبح مسودا لا نور فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويصبح وجهه مسودا. ليصحى من هو مقصرا بحقوق والديه. هذان الأبوان كانوا يحموه من كل مكروه وهو صغير، ويطعموه ويلبسوه وينظفوه ويطبطبوا عليه ويحضنوه، وقلوبهم ترشح وتقطر محبة وعطف وحنان ورأفة وشفقة عليه. أمه تسهر الليالي عند مرضه وتحن عليه، تضمه إلى صدرها فلا تشكو ولا تتضمر، وتطلب من الله الشفاء من مرضه، وتتمنى له السعادة ويكبر ويوفقه الله ويتزوج ويسعد. بئس من أغضب أمه أو أبوه، بئس من أغضب أمه أو أبوه، أو أبكاهم، أو رفع صوته عليهم، أو من حملك عيناه في وجوههم. بئس من لم يدخل الفرح والسرور لقلبهم أو أهانهم أو آذاهم. فمن فعل هذا سيسلط الله عليه من يهينه ويؤذيه، وتزول عنه البركة، ويصبح مهموما مغموما تعيسا، ويعيش عيشة مريرة، وسوف تسقط هيبته بين الناس، ويكون منبوذا حزينا، وله يوم القيامة جهنم وبئس المصير. ولن ينظر الله إليه، وعدم النظر إليه إنه عذاب آخر،
إنه عذاب أشد من عذاب جهنم، ولن يدخل الجنة مهما عمل من أعمال الخيرات والصالحات. والحسرة والندم ستلاحقه ليلا ونهارا وفي منامه، فلن يهنأ في حياته. وعند موته تبشره الملائكة رأسا بجهنم، فيكون بعد موته في حياة البرزخ وكأنه في حفرة من حفر النار لغاية يوم القيامة. الزمن دوار، ما تفعله سيرجع عليك، كما تدين تدان. ما تزرعه اليوم من خير أو شر ستحصده غدا. إنها مصيبة للزوجة التي تحرض زوجها على أمه أو أباه، وكلام الكراهية والبغض لهما وعدم احترامهما وإكرامهما. مقابل هذا سوف الزوجة تتعس ولن يوفقها الله، أما أولادها سوف يعاملوها بالمثل وغضب الله ينزل عليها. والزوج الذي لم يهتم بأمه وأباه بإملاءات من زوجته لا يطلق عليه اسم رجل. بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. من أبكى والديه عليه الاعتذار منهما قبل موتهما أو موته هو، وطلب المسامحة والرضا، ويدخل الفرح والمسرة لقلبهما، ويستغفر الله وأن يقوم بالأعمال الصالحة ليكسب الحسنات ليكفر ما ارتكبه من ذنوب وسيئات، ويرجع ما سلبه أو نهبه أو سرقه منهما، ويقوم بالدعاء والاستغفار لهما وهم أحياء، ويبرهما بعد موتهما بأن يدعو لهما بالرحمة والمغفرة والصدقة عنهما، وإكرام وبر أصدقائهما، وقضاء ديونهما، وتنفيذ وصيتهما. To keep watching these videos, go to YouTube channel نائل مصيطف.